مخجلة بزاف ديال الشباب بحالي. أكبر غلطة درت في حياتي هي نهار تكون بديت مع داك الناس. خرجوا الآيات من السياق ديالها. المناسبة كانت عرض ملامح ومعالم العدة التكوينية التي تم تبلورتها في إطار هذا البرنامج الذي تم بالشراكة مع دولة اليابان والصندوق الأممي للإنماء. وغاية هذا المشروع هي تمنيع شبابنا، وهذا التمنيع لن يكون بالإملاء وإنما يكون بانخراط هؤلاء الشباب ضمن مشاريع يبلورونها بذاتهم في مواكبة للخبراء بطبيعة الحال الذين سوف يحركون نتائج البحث الذي جرى بهذا الصدد. المنتوج النهائي كان لابد أن تتوافر فيه شروط ثلاثة: أولها الوضوح، ثانيها الجاذبية، ثالثها الوظيفية النفع في إطار رابح رابح. الشباب الذين ينخرطون ينبغي أن يكون لهم نوع من البناء للقدرات التي تمكنهم وتؤهلهم من الالتحاق وللالتحاق بجامعات كبرى في العالم. تمكنهم أن يكون لهم دخل، تمكنهم أن يكون لهم تأثير في محيطهم. أيضا المؤسسات ينبغي أن تكون رابحة لأنها سوف تجد متعاونات ومتعاونين شباب مؤهلين ومؤهلات للتعاطي مع نظرائهم جيلي ألفا وزيد في إطار ما يسمى بالتثقيف بالنظير. هذا المنتوج الآن نحن مستعدون لتقاسمه إن شاء الله مع خصوصا الدول الشقيقة في إفريقيا جنوب الصحراء ومع كافة الدول الصديقة.